والقول المشهور أنهم خمسة، وهم الذين وردوا معا في آيتين كريمتين، وهما قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. أولو العزم من الرسل، الله سبحانه وتعالى يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاختلف العلماء في هذا اللفظ، يعني هذا الوصف، وصف الرسل بأنهم أولو عزم، هذا اللفظ هل هو وصف كاشف أو وصف مخصص له مفهوم؟ فبعض العلماء قال هو وصف كاشف، وصف كاشف يعني جاء لبيان حقيقة الأمر والواقع، وعلى هذا على هذا القول يكون جميع الرسل أولي عزم. والقول المشهور، القول الثاني في المسألة، وهو القول المشهور أن أولي العزم وصف للتخصيص، فله دليل خطاب، أعني له مفهوم مخالفة، فيكون هذا اللفظ أعني أولي العزم يكون علما ولقبا على رسل بعينهم عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك، اختلفوا في عددهم واختلفوا في تعيينهم، والقول المشهور أنهم خمسة، وهم الذين وردوا معا في آيتين كريمتين، وهما قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وقوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقد نظم بعضهم أسماء أولي العزم مرتبة على التاريخ، فقال: أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.